فريق المغرب الفاسي الماس اللي واحد اللحظه بدا الموسم مزيان، الطموح كان كبير في ديال الصفقات اللي داروا. جمهور الماس بداو كيقولوا مينيموم فريق يمشي لبعض الرتب القاريه ينافس عليها بعد اوليه، ولكن من بعد امور تغيرات والفريق في اخر اربعه الماتشات فما حقق انتصار، ثلاثه الهزائم وتعادل واحد. الفريق عنده 22 نقطه، ومن حسن حظ الماس ان برشيد مع الوداد وتزم مع الرجاء ما قدروش انهم يجيبوا حتى شي نقطه، وبقاو الماس في امان في الرتبه 12، ولكن الامان فقط ب 3 بوان على يوسفيه برشيد اللي مازال عنده مؤجل اخر. الى قدر برشيد ينتصر ولا مينيمو يتعادل في الماتش المؤجل فغادي يتقلص الفريق ديال الامان ما بين الماس ورتبه النزول النقطتين فقط. الماس كيفاش كيبريباريو في فتره التوقف مع المدرب فتحي جبال المدرب التونسي؟ واش كاين مباريات وديه اللاعبين المصابين؟ واش رجعوا الحاله الصحيه الجيزه سمعناش عليه بزاف شحال من هضره؟ واش غادي يرجع ولا مازال؟ بزاف ديال المعطيات مع صديقنا امجد ابو جد الله. فتره توقف يحتاج لها الماس. اهلا بك امجد. المغرب الفاسي يحتاجها، وجاءت كهدية فترة التوقف لفريق المغرب الفاسي بعد ثلاث هزائم متتالية. هذا الأمر لم يحدث منذ موسم الهبوط، موسم 2015-2016. فترة التوقف كانت فرصة من أجل أن يستعد الجهاز التدريبي الجديد، أو أن يتعرف أكثر الجهاز التدريبي الجديد على لاعبي فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي كان قد انهزم في الجولة 21 أمام أولمبيك أسفي بهدف مقابل هدف واحد. هزيمة جعلت الفريق في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة، الهزيمة التي كانت يوم 29 ماي. بعد ذلك كان هناك يومي راحة بالنسبة للاعبين، واستأنفت التدريبات بداية من هذا الشهر، تدريبات متواصلة. اليوم ستكون حصة تدريبية، الأسبوع الأول من التدريبات كان بواقع حصة تدريبية كل يوم. كان من المفترض أن يكون لقاء ودي بالأمس مع أحد الفرق، لكن لم يستطع فريق المغرب الفاسي إيجاد فريق من أجل مواجهته في مواجهة ودية بالأمس، فذلك الجهاز التدريبي اكتفى بحصة تدريبية. غد اليوم ستكون حصة تدريبية بعد حوالي ساعة من الآن في الملعب الملحق للمركب، وغدا أيضا حصة تدريبية. يوم الأربعاء سيكون لقاء ودي مع فريق الأمل، سيكون هذا اللقاء، والخميس والجمعة حصتين تدريبيتين في انتظار أن يعرف الفريق الموعد الدقيق لمواجهته أمام حسنية أكادير. المواجهة ضمن جولة 22 ستكون في مدينة أكادير، وأيضا سيواجه الفريق في الجولة 23 فريق المغرب التطواني خارج الميدان، والهدف أن يحصد الفريق نتائج إيجابية من هذين من مواجهتي حسنية أكادير والمغرب التطواني قبل أن يدخل في اللقاءات الحسم، لأن المغرب الفاسي سيواجه سريع واتزم وسيواجه نهضة زمامرة في مدينة فاس في لقاءين سيحسمان بشكل كبير مسألة بقاء فريق المغرب الرياضي الفاسي في البطولة الاحترافية الأولى. وعندما نتحدث نحن الآن في الجولة سنخوض الجولة 22 من البطولة ونقول أن المغرب الفاسي يريد أن يضمن البقاء، نعود بالذاكرة إلى الطموحات المختلفة التي كانت خلال هذا الموسم، الطموحات التي لم تتحقق. المنافسة على لقب مسابقة كأس العرش كان طموح بأن ينافس الفريق على لقب البطولة في وقت من الأوقات، كان طموح أن ينافس الفريق أن يحتل الفريق أحد المراكز الأربع الأولى. كل هذه الطموحات لم تتحقق، والآن فريق المغرب الرياضي الفاسي يجد نفسه يبحث عن ضمان البقاء وضمان مركز في البطولة الاحترافية الأولى. حتى أن عندما تحدثنا أيوب قبل بداية الموسم قلنا أن المغرب الفاسي عندما غادر القسم الأول موسم 2015-2016 البطولة تغيرت، ونحن في موسم 2021 تغيرت كثيرا عما كان عليه المغرب الفاسي في آخر موسم في البطولة الاحترافية الأولى، وأن من المنطقي كان أن يكون الحديث عن ضمان المركز في البطولة الاحترافية الأولى في موسمه الأول بعد العودة، وهذا ما كان الآن في الجولة 21 الفريق يبحث عن مكان عن ضمان مركزه في البطولة الاحترافية الأولى. جهاز التدريب الجديد، التدريبات تجرى بشكل جيد وبشكل جيد ومعنويات عالية بالنسبة للاعبين. اكتمال الجهاز التدريبي الجديد لفريق المغرب الرياضي الفاسي فتح الجبال مدربا
عبد الحق بن سلطان مساعد أول، شكر الزعلاني هذا اللاعب السابق للنادي الإفريقي المدافع الأيمن ولاعب المنتخب التونسي، مساعد ثاني أنيس بن مقداد حارس النادي بنزرتي وملعب التونسي السابق، هو مساعد هو مدرب للحراس، وناجح صغير معد بدني. هذا الخماسي هو دائما ما يكون، هذا الرباعي دائما ما يكون رفقة فتحي الجبال عندما يكون مدربا في أي الفرق، سواء كان في البطولة السعودية أو كان مع النادي الصفاقسي في البطولة التونسية. بالنسبة للحالة الصحية للاعبين، التدريبات تجرى بحضور جميع اللاعبين باستثناء عمر فاروق كومارا الذي تعرض للإصابة في لقاء أولمبيك أسفي في أول 5 دقائق من المواجهة. كومارا الإصابة ستغيبه 3 أسابيع، بمعنى أنه بعد أسبوعين سيلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق. أيضا أديوال إليمي عاد للتدريبات ولكن بشكل انفرادي، بمعنى أن كومارا وأديوال إليمي سيغيبان عن اللقاءين القادمين أمام حسنية أكادير وأمام المغرب التطواني. بالنسبة لجيجي جيزا والحديث عن هذا اللاعب الهداف الذي كان هداف تاريخي للمغرب الفاز في القسم الثاني وسجل عدد كبير من الأهداف، جيزا كان قد استفاد من إجازة غادر إلى الكوت ديفوار، عاد قبل 5 أيام ويشارك في التدريبات بشكل انفرادي، لكن جيزا لا يمكنه أن يشارك بالتدريبات بشكل جماعي إلا في شهر غشت. إذن ما يعني أن الموسم انتهى الجيزا يا أمجد؟ نعم تماما، جيزا منذ أن غادر إلى قطر لإجراء العلاج كان الحديث أنه يحتاج لفترة الإعداد بدني 4 أشهر بعد العملية، بمعنى أنه حتى شهر غشت سيكون بإمكانه المشاركة في التدريبات الجماعية، وهذا الموسم انتهى بالنسبة لجيجي جيزا. جيزا الذي يرتبط بعقد مع المغرب الفاسي حتى نهاية العام القادم موسم 21-22، هذا العقد الذي يربط جيزا بفريق المغرب الرياضي الفاسي، وجيزا الذي خاض في البطولة في القسم الثاني 99 لقاء مع المغرب الفاسي وسجل 56 هدف، والمغرب الفاسي افتقد جيجي جيزا خلال هذا الموسم، لم يكن هناك هداف بمعنى الكلمة في فريق المغرب الرياضي الفاسي، إذا ما استثنينا في بعض الجزء من هذا الموسم كان علاء الدين أجراي هو من ينقذ فريق المغرب الرياضي الفاسي في عدد من اللقاءات. لاعبو الماس توصلوا بأجرة شهر إبريل، أجرة شهرية شهر إبريل اليوم، بينما منح اللقاءات كانوا قد توصلوا بها في وقت سابق، آخرها كان الانتصار الذي كان على فريق نهضة بركان، بعد ذلك كانت النتائج سلبية، تعادل وثلاث هزائم. إذن المغرب الفاسي ينتظر أن يعرف الموعد الدقيق للقاء حسنية أكادير لقاء الجولة 22، إذا ما كان سيكون في منتصف هذا الشهر، من أجل تحديد البرنامج الدقيق للتحضير للمواجهة خلال الأسبوع القادم وموعد السفر إلى مدينة أكادير. والأمل فريق المغرب الرياضي الفاسي حتى الآن مصيره بيده، أمله أن يحصد 12 نقطة من 9 مواجهات القادمة، ولكن بشرط أن ينتصر على سريع واتزم، على نهضة زمامرة، على شباب المحمدية، الفرق التي تتنافس مع المغرب بالفاسي على تفادي الهبوط إلى البطولة الاحترافية الثانية. هذه هي مجمل أخبار فريق المغرب الرياضي الفاسي بعد قليل حصة تدريبية في ثاني أسبوع للتحضيرات بعد أن خاض آخر مواجهة نهاية الشهر الماضي أمام أولمبيك أسفي وانهزم بهدفين مقابل هدف واحد. شكرا لك أمجد أبو جاد الله، وبتوفيق الماس إن شاء الله، نتمنى ورجعوا الريتم ديالهم مينيمو الريتم اللي كانوا فيه في بداية الموسم. معلوم كنتحملوا المسؤوليات ديال الوضعيه اللي لقينا فيها الفريق، وكنتحملوا المسؤوليه ديال الصعود ديال الفريق للقسم الوطني الاول، ازمه ماليه عالميه ماشي غير يعني ديال المغرب الفاسي. اليوم نتكلم على المستشارين فريق المغرب الفاسي، كنعرفوا فروق اخرى في المغرب، ما غنتكلمش على الوداد وعلى الرجاء اللي عندهم ما يزيد على 20 مليون درهم ديال المستشارين. كنلاحظوا يعني الفريق المغرب الفاسي اليوم عنده مليون ونص ديال الدرهم، كنعرفوها راه واقيلا هي بريم ديال لاعب واحد، لأن أنا عندي فرصة ما يزيد على 34 لاعب، بدون أن نتكلم على لاعبين الذين يلعبون في الفئة الصغرى الذي تهموا لنا تنقوم بواحد المجهود مدينة عارقة تبارك الله الأموال والأغنياء في مدينة. ولكن اليوم باش كنسألوا على مداخل المادية ديال الفريق المغربي، ما كنلقى راسي أنا المهم يعني بوحدي، أنا اليوم الوضعية لا داعي للكلام عليها، أنا سمحت
700 مليون 9 مليون دو ديرهم اللي سمعت فيها. وهذا الشيء راه يعني باش اننا غير نقدروا يعني نجيبوا اللاعبين من الفريق. اون جيري بلو دو 100 و 150 ليتيج اللي ما مسؤولش انا عليهم بتاتا. العام اللي فات درنا ب 24 مليون درهم دخلت للفريق المغربي فات ما وصلناش حتى 4 مليون ديال الدرهم. هادو تفسيرات بليسان اسماعيل الجامعي رئيس المغرب الفاسي. من ناحية أخرى البارح مع كريم مراد برنامج مباشرة من مارس فتحي الجبال المدرب التونسي حتى هو كيشرح هاد أزمة النتائج اللي جا وقاو نتائج سلبية رغم أنه انضم في وسط الموسم. الفترة اللي جت فيها صعبة جدا معناها البطولة كانت تمشي ومعناها وجينا لدابا في فترة مؤلمة معناها الشكل الهجومي تقريبا كله غايب معناها فيه إصابات عديدة على مستوى الشكل الهجومي معناها النتائج اللي تعطي فيه البصمة بتاعك إلا لما تكون معاهم كل شيء في الفترة هذه حكيت حاولنا خدتهم على مستوى الثاني عاش مش غير معناها برشا على مستوى التكتيك كل شيء خاطر معناها الفترة صعبة جدا على مستوى الثاني نحاولوا نقربوا اللاعبين من بعضهم ونحاولوا حتى معناها نرجعوا اللاعبين اللي هم مصابين والحمد لله طبعاً في لاعبين على مستوى الشكل والدم رجعونا وإن شاء الله هذا بنا يعطي وجه جديد للفريق وخاصة نلاحظ حتى في الفترة الأخيرة في اللي بعد التمرين فما بنا فما رغبة فما رغبة فما فمعنا فما أونفي ديو باهي معنا إن شاء الله هذا بنا يتعكس في أول مباريات اللي نستقبلوها إن شاء الله في الفترة القادمة. مباريات ديال الفترة القادمة لكن ننتظرها فتحي جبال بصفته مدرب ماسك ننتظروا أيضا جماهير المغرب الفاسي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.